ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ طيب أنا أظن أن الناس الخلاف في الفيديو قليل بالنسبة إلى الخلاف في الصورة هذه الفوتوغرافية. طيب الآن هب أن إنسانا مثلا يقلد من يقول إن الصورة الفوتوغرافية حرام، فسجل التليفون هو فيديو، سجل فيديو فأطلق الفيديو ينظر، فجأة كلمه واحد فضغط على بوز فصارت صورة. صار حكمها حراما. لما ضغط على بلاي صارت جائزة. بوز حرام، بلاي حلال، واش هذا؟ يعني ثم ينبغي أن تفهموا شيئا، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ينبغي أن تفهم الكلمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ما يطلق عليه المصور في عرف زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقل لي لا هذه نسميها صورة فتدخل في 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 عموم اللفظ أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أنت شوف القهوة، القهوة التي تشربها أنت في الصباح هذه حرام في الشريعة، ما في راسكم لا تعلمون هذا؟ القهوة اسم من أسماء الخمر عند العرب. إذا نشر لك، إذا بعث لك رجل من علماء القرن الثاني القرن الثالث وقلت له فجاء يفطر عندك وتقول له تشرب أتاي والقهوة، يقول لك ما قهوة مع هذا كيف يا رجل قهوة، وأنت تريد هذا الشراب الذي تخلطه بالحليب وهو يظنك تتحدث عن الخمر. فإذا إذا وجدت كلمة القهوة في كتاب من كتب الأولين لا تظن أنها نسكافيه ولا نسبريسو، هي القهوة هي الخمر. فلا بد إذا من فهم النصوص الواردة في الأحاديث وفي الكلام الأول، سواء كان يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وكلام حتى كلام الشعراء، وأجل من ذلك كله كلام ربنا سبحانه على العرف الذي يرى الذي تطلق عليه هذه الألفاظ في ذلك الزمن. وذلك هذا من أبواب الخلل الداخلة على المفتي التي نص عليها ابن القيم نصا، هو أن يكون اللفظ مرادا به معنى ما في زمن النبوة ويصير هذا اللفظ يعنى به معنى آخر في زمنك الحاضر، فتظن أن هذا المعنى داخل في ذلك المعنى وليس بصحيح. فهمتم الكلام؟ وعلى كل حال في المسألة خلافية ففيها ساعة، المسائل الخلافية احنا كنا نتكلم بالخلاف. أنت الآن سيتقلد من يقول التصوير حرام لا تتصور، ولكن هذا يقلد من يقول التصوير مباح دعوه يتصور، أنت لا تتصور وهو سيتصور والسلام عليكم السلام. صعبة هذه؟ وهل أنتم حينئذ خارجون عن الشريعة مخالفون للسنة؟ لا، لكم أسوة فيما ذكرنا ولا لا؟ لأن هذا الذي يفتي بتحريم التصوير أنت تراه عالما مزيان جيد، وهذا الذي يفتي بإباحة التصوير هو يراه عالما، وليس قول عالمك الذي تقلده بأولى من قول عالمه الذي يقلده، والاجتهاد لا يقدم الاجتهاد، وليس قول العالم حجة على كل عالم. والناس أسست القواعد ونظرت وأصلت، وأنت نمت حتى استغرقت نوما ثم قمت وفطرت حتى امتلأ بطنك ثم صرت لا هذا لا يجوز وهذا يجوز، ارجع نم فذلك أخيار لك.